هذه الدورة الرابعة هي تتنزل في إطار توجهات جمعية أراتيتيود اللي تنظم الدورة هذه. هذه التوجهات هي في انفتاح على الفضاءات العامة والمفتوحة وتوفير مناخات ملائمة للتواصل بين الفنانين التونسيين والفنانين الأجانب، وأيضا تواصل بين الجمهور العريض والفنانين، وأيضا تواصل بين الفنانين الشبان والفنانين اللي كونفيرمي. يعني البرنامج يبدأ بداية من اليوم اللي هو اليوم الافتتاح. غدا عندنا اكسكرسيون، يعني عند زيارة لزمبرا وزمبرتا. بداية من يوم الثلاثاء تبدأ الورشات المفتوحة اللي تبدأ بنابل في ساحة الفنون، ثم في شارع بورقيبة، ثم ساحة الشهداء، ثم نفس الورشات أخرى في الحفر والنحت والانستالاسيون، وتكون في حمامات في على قسيمة في السنتر كوميرسيال وتحت البرج. احنا توجه متاعنا توجه في الوزارتيش يخدموا في الفضاءات العامة وين الناس ماشية جاية.